الحمد لله رب العالمين، نهاية موسم رياضي أكثر من رائع بتتويج اتحاد الشوية وتفوقه وصعوده إلى القسم الوطني الثاني. ها نحن نشهد فرحة ولا أروع منها، يعني عودة تدريجيا اتحاد الشوية ما زال مكانتها في القسم الوطني الأول المعترف. لله على الصعود هذا. نشكر كل الناس كامل اللي وقت معنا باش حققنا هذا الصعود. صح ما كانش بالسهل، مي الحمد لله كاين رجالك، مازالوا كاين رجال هنا في اتحاد الشاويه وقفوا عليها، والحمد لله لي جوار كامل رجال، ستاف تكنيك، لي سيبورتير كامل الحمد لله، وان شاء الله العام الجاي لاكسيسيون ثاني. شكرا.